في الشوارع وفي اللاذقة وعلى حافة الطرقات يمارس هؤلاء مهنة الحدادة التي توارثوها عن أجدادهم في ظروف مناخية صعبة. هذه الحرفة وثناها من الجداد من جيل لجيل من أبن عن جد إلى يومنا هذا، ومحتفظين عليها ونعلموها للدراري الصغار. احنا مستحفظين عليها وما نحبوهاش باش تموت هذه الحرفة. احنا دروك ونمشي نجيبوا الخديدة على الصحراء ياك ندوبوا نخدم بها السيوفة، نخدم بها اللماس، نخدم بها كلش إلا ندوبها بالنار. هؤلاء لا ينقصهم الإتقان والإبداع، فمشكلتهم الوحيدة هي غياب محلات تمكنهم من ممارسة نشاطهم في ظروف حسنة. كما راك تشوف رانا مهمشين في الشوارع والشمس والبرد، احيانا البرد، وبالصح كيما اكرنا صابرينها، لا محلات ولا سوق تجاري بالنسبه للصناعه التقليديه. يوميا نحلموا هنا في الشمس، ما عندناش بلاصه وين نحلموا. عندنا برك 30 سنه والله 40 سنه اللي نحلموا في الشارع، برك ما عندناش وين نحلموا، ما عطاناش الدوله باش يعاوننا باش نحلموا. ويبقى أمل هؤلاء استجابة السلطات لمطالبهم قصد المحافظة على هذا المولود الشعبي الهام وتعليمه للأجيال.